حران مدينة وسط الحرير. حران مدينة وسط الحرير، آثار الدمار في هذه المدينة المنكوبة، آثار القصف العشوائي على هذه المدينة، المنازل قد دمرت بالكامل، هذه وسائل النقل قد أحرقت، أحرقها بشار الأسد، هذه المنازل قد دمرت بالكامل، دمرتها قذائف بشار الأسد. الله أكبر عليك يا بشار. 75% أو أكثر، 90% من أهالي المدينة قد نزحوا من هذه المدينة جراء القصف العشوائي. حسبنا الله. هذه المحلات التجارية، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا المنزل قد أحرق بالكامل. حسبنا الله ونعم الوكيل.